الراديو 90 90 هواها مصري. زي برضو ايه اخوكم احمد صلاح كده ايه جاي وانا طلعت في الفاصل فهو هيتجنن برضو فقال لي وبص هو المطر الشمس السحاب حاجه كده يعني. قلت له الله اعلم. فهو فاكر ان هو هيطلع مني بالاجابه. انا بقول لك الاجابه اللي 10 صباح الفل 8 ل 10 اقول لك الاجابه. ازيك يا حسام وحشتني جدا حبيبي. ولو سمحت انا عايز لو مره اطلب بقى على الهوا بقى انا عايز طبعا. سلام مربع اللي خدته ام عبد المجيد. لمين؟ ام عبد المجيد. معلش انا محتاج يعني لا من حقك طلبات مش غرور والله مش كريم. وسلام مربع عليك يا سيدي. اشتري مني النهارده عندنا موضوع حلو طبعا. ضيفنا النهارده هو المتحدث التحفيزي احمد صلاح والنهارده بنتكلم في اختبار. احنا كنا عملنا موضوع الاختبار ده قبل كده في حلقه من الحلقات وكان موضوع لطيف وعجبكم. والنهارده برضو عندنا اختبار. احنا النهارده بنتكلم على ازاي تعرف انت واثق من نفسك ولا مغرور. شعره صغيره جدا ما بين الثقه في النفس والغرور. وساعات ممكن الواحد يبقى واثق في نفسه ومن كتر ثقته في نفسه يوصل لمرحله الغرور مع الوقت. صحيح. فاحنا النهارده هنتكلم شويه على الموضوع ده وعلى شويه نقاط كده موجوده فيه. وفي نفس الوقت عندنا اختبار للناس هنحدد في الاخر من خلال الاختبار ده انت مغرور او الشخص ده مغرور ولا واثق في نفسه. حلو. هو دايما كنا من ساعه ما بدانا البرنامج والناس عايزه عندها شغف عايز تعرف الجلسات التحفيزيه حتى انت. فالاختبار اللي هنعمله النهارده هو جزء من الجلسات التحفيزيه. يعني ده جزء من جلسه تحفيزيه الخاصه بالثقه بالنفس. يعني لما بيجي حد عنده مشكله في الثقه بالنفس بنعمل له 4 اختبارات. ده اختبار منه. عنده مشكله في الثقه في النفس ان هو حاسس انها زياده عن اللزوم ولا ما عندوش ثقه هي بالنفس. بقى في حاجه علماء النفس قالوا لك ايه؟ قال لك موضوع الثقه بالنفس ده في مشكله. ايه بقى المشكله دي؟ البني ادم مبني على قدرات وامكانيات. بس لو الانسان ده مش واثق في نفسه ان القدرات دي موجوده فيه في حين ان هي فعلا موجوده يبقى كانها ولا موجوده ولا حاجه. بمعنى انت حد صوتك حلو وانت حد متمكن وحد شاطر جدا وتنفع تبقى مذيع هايل جدا بس انت ما عندكش ثقه بنفسك. كل الامكانيات دي كانها مش موجوده مش هتقدر تستخدمها. ما حصلتش مش هتقدر تستخدمها. هي موجوده عندك موجوده فيك بس لو قدرت ان انت طب هو ايه السبب العلمي احمد اللي بيخلي حد يبقى عنده كل المقومات لحاجه معينه ومع ذلك مش واثق في نفسه؟ بمعنى ايه؟ يعني مثلا زي ما انت بتقول كده مثلا عنده شويه امكانيات. لو هنفترض على نفس المثل اللي انت ضربته اللي هو صوته حلو عنده حضور عنده كذا عنده كذا عنده كذا ينفع يبقى مذيع بس ما عندوش ثقه في نفسه. ايه اللي يخليه يبقى عنده كل الحاجات دي وفي نفس الوقت برضه ما عندوش ثقه في نفسه؟ بص ليها عناصر كتير. اول ليها علاقه بالتربيه ممكن حاجه ليها علاقه بالصغر. اول حاجه الاب والام هما اللي يا اما بيعزز فيك الموهبه يا اما بيكسرها فيك. دي نقطه. المجتمع اللي حواليك ممكن يكون هو احبط بسرعه او قاعد يجرب ولقى نفسه بيفشل مع الوقت فخلاص الموضوع احبط فيه او حصل له موقف ضايقه. ممكن على فكره يكون حد من المشاهير جدا يحصل له موقف على الهواء او حمله عشان تشويهه فيبدا يقع فيتهتز ثقته بنفسه ما يقدرش يرجع تاني. فهي ليها عوامل كتير قوي على حسب بقى حسب الشخص وحسب الحاله حسب الظروف بالظبط كده. طيب ايه اللي بيخلي الواحد ممكن ان هو يتنقل؟ احنا كل ده بس بندي شويه تعريفات كده وبعد كده هنرجع نتكلم بقى في الموضوع. ايه اللي بيخلي الواحد يتنقل من مرحله ان هو يبقى واثق في نفسه ودي حاجه حلوه جدا لمرحله ان هو بقى لا يبقى انت مش واثق في نفسك بس لا ده انت مغرور؟ لما الثقه بالنفس معناها ايه؟ معناها ان انت بتقدر الامكانيات اللي موجوده عندك بالظبط. مش احنا بنتكلم دلوقتي على قدرات وامكانيات تكون موجوده فيك. تمام. عدم الثقه بالنفس ان انت تبقى اصلا مش معترف ان دي موجوده عندك او مش معترف انك تقدر تعمل ده. الثقه بالنفس اللي هي بقى المعتدله اللي احنا بندور عليها ان انت على قد امكانياتك على قد ما انت واثق بنفسك فيها. يعني مثلا انا عارف ان امكانياتي من رقم 1 لرقم 10 عارف حدودي. انا مش هتعدى حدودي. يعني ما اجيش اقول لك انا هقدر ادير 5 محطات اذاعيه اعمل وانا اصلا ما عنديش خبره في ده وانا لسه صغير. لا انا لا امتلك ده. لكن اقدر مثلا وانا حد عندي مثلا درت شركات قبل كده وقدرت ان انا اخد ليا انجازات في الموضوع وعندي الخبره اللي تاهلني لده اقول لك لا انا اقدر اعمل الموضوع ده. اقدر اقيس ايه الاقل من امكانياته. واحد مثلا بتكون امكانياته في حدود معينه هو شايف ان هو اكبر من يعني شايف الموضوع اوسع من كده شويه. بالظبط بالظبط. النقطه بقى في ايه اللي ممكن يخدعك ويدخلك في دايره الغرور؟ لما انت تبقى حاطط توقعات وسقف ليك وتتخطاه انت بتبقى عرضة للغرور. بمعنى انت تيجي تقول لي ايه؟ تقول لي لا والله انا الشركة دي ما عنديش خبرات كاملة ان انا اقدر اديرها في المجال ده بس انا ان شاء الله هحاول. فتجتهد على نفسك. ده توقع انت حطيته ورهنت على نفسك حطيت التوقعات دي وقدرت تشتغل على نفسك وجبت نتائج كبيرة جدا. فالانجازات بقت اكبر بكتير من المتوقع عنك في قدراتك وامكانياتك. انت كده عرضة للغرور. امتى بقى؟ لما قدراتك دي تحس انها مش موجودة غير عندك انت بس وما ينفعش تبقى موجودة عند حد تاني. لكن الطبيعي تمام. الثقه بنفسه تقديرك لنفسك انا واثق من نفسي وعارف انا بعمل ايه. قد يكون في ناس زيي او في نفس المستوى لكن اشوف نفسي انا الافضل الوحيد. انا داخل في سكه الغرور اللي هو يا ارض تهدي ما عليك ادي.
طيب يمكن هسألك على حاجة برضو ملهاش علاقة قوي بالموضوع بس مهمة جدا بالنسبة لي. ربنا يخليك حبيبي. بالنسبة للحظاظة اللي في ايدك ايه رأيك؟ المرة الجاية هتيجي بقى اسمها بريسلت. اسمها ايه فندم؟ بريسلت. لا لا انا اتدربت على فكره, خد بالك انا خدت الكورس. لا ده انا كنت هقولها وبعدين قلت برضه اقول الله حاجه الله يرحمه المنجاوي ولا بس يعني كنت هقولها قلت برضه اقول حاجه الناس كلها تتكلم. لا لا بريسلت اللي هي اتغيرت انت برضه جدا. بص الفلوس, بص بقى احنا بنتكلم عن الغرور بقى. بص وخاتم لا الخاتم ده معايا من معاك بقى لفتره. اه تي شيرت بقى وحاجات. لا خد بالك لا اوعى المره الجايه بقى سلسله ونفتح القميص وبتاع. حاضر اهلا بيك. اي حمد بتقول يكونش الحظ دي الاجابه. لا مش لا مش الحظ على الاجابه يعني, بس هي الاجابه من اللي قلتهم لك. السحاب الشمس القمر هي الحاجه اللي بعيده مش هينفع نمسكها وبتجيب اكتئاب. يبقى السحاب عشان لما الدنيا بتغيم كتير في السويد والحته دي بتعمل اكتئاب. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. اتفضل يا فندم. احمد بحبح بيصبح علينا. صباح البحبح. في كمان عندي مين برنسيس ايمو منوره الدنيا, شوشو النفراوي منوره الدنيا. في عندي كمان يسرى منتصر بتقول يكونش الحل القمر. لا مش القمر, يكونش. في كمان حوده ابو حنفي صباح الفل. سلمى محمود بتقول انا واثقه في نفسي جدا جدا جدا, حتى لو انا غلط ممكن اقنعك بالغلط ده وده مش غرور. طب ما تقول انك مغروره وخلاص. يعني انا شايف ده كده. طب بص يا سلمى اتقالي عشان انت شكلك كده هتبقى اول واحده في الاختبار. عندنا 11 سؤال. 11 سؤال الاختبار بتاعنا انا حبيت ان انا اقولها. ايوه ده ودي جاب لها حلقه منين دي. احنا في كل لينك هناخد 6 اسئله. ما هو ده لازم فعلا ده يا دوب. رجاله ومكملين وعلى الصبحيه على الراديو 90 90. واشتري مني دايما بتكون موجوده معانا يوم الاربعاء. ضيفنا احمد صلاح المتحدث التحفيزي, والنهارده بنتكلم على موضوع مهم جدا هو اختبار في نفس الوقت. ازاي تعرف الفرق ما بين او انت هل انت واثق من نفسك ولا مغرور من خلال اختبار بسيط او مش بسيط. ده 11 سؤال يعني. بس ربنا يقويها ان شاء الله. ما فكري صباح الفل عليكم, عايز حاجه الفضل شاكر. حاضر هجيبها لك حالا. يلا نبدا الاختبار فورا. يلا بينا. اول هقول لكم الاول الاسئله بتاعتنا الاجابات بتاعتنا. عندنا 3 اجابات. الاجابه الف اللي هي ايوه او نعم. الاجابه ب ما اعرفش او احيانا, ودي الاجابه بتاعتها بدرجتين. يعني الف اللي هي ايوه الاجابه بتاعتها ب3, ب ما اعرفش او احيانا الاجابه بتاعتها 2, ج لا ودي الاجابه بتاعتها درجه واحده. اللي عايزين بس ننصحهم بيه قبل ما نبدا الاختبار, لازم يكون معاك ورقه وقلم عشان تقدر تكتب اجاباتك. وحاول عشان الاسئله كتير ما يقعش منك سؤال او اتنين فتفضل مركز معانا جامد. طب معلش وريني يعني حسبه الدرجات تاني عشان برضو عايز اركز فيها. حسبه الدرجات احنا عندنا 3 اجابات. الاجابه الف او ب او ج. الف يعني ايوه او نعم, ب يعني ما اعرفش او احيانا, ج يعني لا. طيب الف الاجابه بتاعتها بثلاث درجات. يعني ايوه بثلاث درجات. ايوه بثلاث درجات ماشي. ما اعرفش او احيانا بدرجتين. بدرجتين. لا بدرجه واحده. هنجمع طيب. بقى في الاخر ايوه ثلاث درجات, لا درجه واحده, احيانا درجتين. زي الفل ماشي. بس اول سؤال اللي بيقول لك هل انت عندك استعداد تشارك في برنامج مسابقات تلفزيوني؟ يعني هل انت تقدر كشخص, خليك بقى امين و جاوب بصراحه ما تقعدش تتصنع دلوقتي. الاجابه دي بينك وبين نفسك. يعني شارك ايه يعني؟ يعني انك تطلع كمتسابق في برنامج مسابقات. تطلع مثلا زي برامج اللي احنا بنشوفها مشهوره جدا, مش لازم تكون بتاعت المواهب. عندك الناس كلها بعت الاجابات. مش موديل مش تلفزيوني. تلفزيوني انت بتعيرني فور يعني. لا 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 انا بس مش عارف, ما عنديش اجابه. انا بص فشوف الاجابه دي الاول لما تجاوب معانا يا حسام. يعني يا هل ممكن اشارك في باشا؟ انت تنور اوكي. بس فالسؤال الاول هل ممكن تشارك في برنامج مسابقات تلفزيونيه؟ عندك بقى الف او ب او ج او لا او احيانا. السؤال الثاني بيقول لك هل تقدر تعدي طريق سريع بشكل سلس؟ تقدر تعدي ده ولا لا؟ مش لازم بشكل سلس ولا لا, هل تقدر تعدي طريق سريع ولا لا؟ شوف بقى الاجابه او لا او احيانا. احيانا ليها كام درجه؟ احيانا ليها درجتين. ليها درجتين. انت بتبص على السكور بتاعك يعني. لا انت بص حاول تخلي الاجابات حقيقيه بقدر الامكان. ماشي. السؤال الثالث هل تؤمن بمقوله نابليون بونابرت الهجوم خير وسيله للدفاع؟ هل بتؤمن بده ولا لا؟ طبعا الاجابات احنا مش عايزين اجابات خدوهم بالصوت يعني. اللي هو لما يبقى في حد جاي عايز تدافع عن نفسك تروح انت مهاجم, مش تاخد بقى تكش او تعمل. فبرضو الاجابه او لا او احيانا. رقم 4 بيقول لك هل ممكن تركب مركب في وقت الجو فيه عاصف, في هواء ورياح والدنيا طالعه ونازله وامواج عماله تخبط فيك, هل ممكن تركب البحر في حاله زي دي ولا لا؟ شوفوا بقى, تحب نعيد الاسئله تاني؟ احنا كده قلنا 5. احنا كده قلنا 4. قلنا 4. طيب ما يتلخبطوش. ايه ماشي قول يعني قولهم تاني. طيب السؤال الاول بيقول لك انا بس معلش هفصص تاني موضوع بس تقسيمه الدرجات. طيب نعم 3 درجات,
لا درجة واحدة، احيانا درجتين. اوكي تمام. السؤال الاول، هل ممكن تشارك في برامج مسابقات تلفزيونية؟ السؤال الثاني، هل تقدر تعدي طريق سريع؟ السؤال الثالث، هل تؤمن بمقولة الهجوم خير وسيلة للدفاع؟ السؤال الرابع، هل ممكن انك تركب مركب في وقت الجو فيه عاصف وفي رياح وامواج بقى عماله تخبط وكده، جو عاصف ولا لا؟ ماشي، دول الاربع اسئله. دول الاربع اسئله. طيب عندنا حمادة بيصبح علينا صباح الفل، بالاجابه هي المطر. في كمان في حوة ابو حنفي يقول فعلا في ناس بتتضايق من المطر وبيجي لها منه اكتئاب، والبرق برضو بسبب الرعب لبعض الناس. مش عارف. خالد بيقول الثقة تأتي من التواضع. ايناس السعداني بيتصبح علينا صباح الفل، بتقول هو الاجابة هي الشتاء عشان هو اللي بيجيب اكتئاب. لا، الشتاء بينفع ممكن نلمسه؟ صعب ان احنا نلمس الشتاء. هي ينفع نلمسها؟ المطر يا معلم، المطر. برافو عليك، وقعت انت يا برنس، برافو عليك. بس خلتني اتحالف مع الجمهور عليك يا حسام، واحنا كان بيجمعنا سنين. نبي هتقعد انت والجمهور على جنب دلوقتي. ساسا شميس كمان بتصبح علينا وبتقول السحاب ولما ينخفض حرارته ويخبط في بعضه تتساقط الامطار. ايوه، يعني الاجابه فين؟ ما مش عايز النظريه العلميه، انا عايز الاجابه. الامطار، الاجابه الامطار. سميه حسين بتصبح علينا صباح الفل، بتقول طيب ازاي اعرف انا ما كنتش واثقه في نفسي اصلا او واثقه في نفسي؟ يعني ازاي تعرف بقى؟ يا بتسال سؤال تاني خالص. في نفس الاختبار ده، الاختبار ده هيبين لك ما عندكش ثقه بنفسك خالص، او عندك ثقه معتدله، او انت داخل في سكه الغرور. اوكي. عندي اي حاجه بتقول الحب. الحب بيتلمس، وده الاجابه ولا دي اجابه حلقه تانية؟ لا لا، الاجابه ان شاء الله هنا. ماشي. الحب يا امير. لا طيب. عندي كمان عمرو السندي بيقول ممكن تكون الاجابه الوحيده، لا ممكن تكون الوحده هي الاجابه الصحيحه. ايه الوحده؟ تخيلكم واسع قوي. ممكن تكون الجلطة، ممكن تكون حاجة كده، الرعاش. عندنا إجابة عظيمة جات لي دلوقتي. اتفضل يا باشا. مي موسى. بتقول لك البطاطس عشان غالية. انت شفت البطاطس بيدو كام؟ البطاطس بس الحمد لله. الحمد لله. بتقول لي من فضلك ابعت مي موسى، بتقول لك ابعت تحياتي للاستاذ احمد، انا اتواصلت معاه الاسبوع اللي فات وكنت بساله على حاجات تخص التنميه البشريه، وبصراحه كان كله ذوق وجاوبني منتهى الذوق. تسلم يا استاذ مي. في كمان عندي طب ما نعتبر لها بقى البطاطس اجابه بقى وخلاص، عشان الكلمتين الحلوه اللي قالتها. يعني ستي انا شكرت فينا على الهواء وبتاع. لا انا لازم فيك. في عندي احمد بيصبح علينا بيقول بسمعك من زمان بس بحكم الظروف ما كنتش بعرف اشارك، وحب اصبح على اخويا محمود ومهاب وكل الرجاله صباح الفل عليك. بحكم الظروف دي عذر انت تقبله عادي يعني؟ والله يعني هو اول مره يشارك فممكن اقبله النهارده، بس بعد كده بعد كده شد. لازم اول مره اجيب الزبون، انت فاهم؟ انت الساعه اللي فاتت انت نسيت الابراج ودرجات الحراره. انت كنت بتعمل ايه؟ قلتهم سلم على لا كنت قاعد مستمتع وانا شايفهم بيجاوبوا غلط. نونا سعيد بتقول والنبي يا شيخ تقول اسمي النهارده، الاسبوع قرب يخلص وما سمعتش اسمي، صباح الفل والهنا عليك يا نونا يا سعيد. طيب بفكركم مره تانية بالسؤال بتاعنا، حاجه موجوده في الدنيا كلها بعيده جدا صعبه تلمسها، وجودها خير عند ناس، وجودها يعني بيبقى عند ناس تانية بيجيب لها شويه اكتئاب. طيب عايز اقول شويه رسائل كده. مايكل بعت لي الاجابه، في ابو طبق بعت لي اجابه بس الاجابه مش صح يا ابو طبق. المطر رقم اخره 96 الاجابه غلط. الفلوس الاجابه رقم اخره 94 الاجابه غلط. ماريان كمان بتقول الفلوس برضو الاجابه غلط. دي رشوه يا معلم. رقم اخره 19 911 911 بيقول الفلوس. بيقول لك الفلوس عشان يديك فلوس يعني عشان انت تكسبه، لو كده يبقى كسبان طبعا. ما انا عشان كده بقول لك دي رشوه. الجو عندما يكون به الغيوم يسبب اكتئاب لغياب ضوء الشمس، دي نظريه علميه مش اجابه. رقم اخره 49. كمان نورو بتقول عجبني جدا الموضوع بتاع النهارده. في كمان زينب وعبده صباح الفل والهنا عليكم، والاجابه بتاعتك غلط يا عبده، فكر فيها مره ثانيه. مايكل بعت لي الاجابه. القمر عمرو عبد الفتاح بعت لي الاجابه القمر يعني. سهام بتقول بقى لما بطل ترفض تتعلم من اللي حواليك وما تبقاش مستعد تتعلم حاجة جديدة وتبقى مقتنع انك وحدك من تملك المعرفة، وقتها اعرف انك بقيت مغرور. ده جهل. ده جهل ولا غرور؟ ده جهل مش غرور. يعني ده حد جاهل. ما اقدرش اقول غرور. غرور بيكون شخص في بقى اللي هو الغرور اللي على الفاضي اللي هو ما عندوش اصلا اي حاجة. ده الغرور اللي احنا بنتكلم عليه المرة دي اللي هو اللي عنده امكانيات وقدرة لكن مغرور بها. مغرور بامكانياته وقدراته. طيب كمان نورة كمال بتقولي ابني بيقول لك الاجابة هي الشمس. لا مش مظبوط. علاء من اسكندرية كمان صباح الفل عليك وسلامتك الف سلامة، وانا مبسوط ان انت موجود معانا النهاردة. شيماء من اسماعيلية بتقول اعتقد الاجابة برضو هي الشمس وعايزة تسمع احمد جمال. طب بالنسبة للاربع اجابات بتوع الاسئلة اللي احنا قلناهم مفيش اي فيدباك من الناس؟ لا في بس هم مركزين مع الاجابة يعني الله
افكركم مره ثانيه دلوقتي احمد هيقول اسئله والاسئله احنا النهارده عندنا اختبار بنعرف بيه الفرق ما بين الثقه في النفس، هل انت واثق في نفسك ولا مغرور. تمام. فالاسئله بتاعتنا الاجابه اللي هي نعم دي تحط لها 3 نقط، لا تحط لها نقطه واحده، احيانا تحط لها نقطتين. قلنا اربع اسئله، يلا نقول اربعه كمان. السؤال الخامس، هل انت عندك القدره على تنظيم حفل زفاف او حفل جواز؟ هل انت عندك القدره انك تدير ده وتعمله بقى من زي ما بيقولوا كده فروم سكراتش، من الفكره لحد ما تنظمه بالكامل؟ هل عندك القدره انك تعمل ده ولا لا؟ عندك القدره؟ ان شاء الله ان شاء الله. السؤال رقم ويدنج بلانر. السؤال السادس بيقول هل تعتقد، والسؤال ده يعني ايه محوري وخد بالك منه يا حسام راهو ضيع عينك كده. أيوة. هل تعتقد انك اذكى من الشخص العادي؟ يعني هل مستوى ذكائك اذكى او اعلى شويه من الشخص العادي؟ وما هو الشخص العادي؟ الشخص العادي اللي هو البني ادم عادي اللي هو عامل لك افكار تحس انه ذكي جدا يلفت انتباهك، تحس ان هو لا في تحس انت كده في درجه تحس. فهل انت بتحس انك اذكى من الشخص العادي ولا انت في الرينج الطبيعي ولا ايه؟ السؤال ده فخ. أيوة. بالك انت ما جاوبت على الاسئله دي طلعت ايه؟ لا على فكره انا الاختبارات دي كلها انا عملتها لنفسي. طلعت ايه؟ ما انا شفت بقى متحدث تحفيزي يقيمني بقى. لا طلعت في الاول كنت في الميدل اللي هي الدرجه اللي في النص، وبعد كده قعدت اشتغل على نفسي واطور نفسي. الكلام ده من 4 سنين. ده مش تهريج، ده بجد. يعني بقيت مغرور الحمد لله. اي اختبار؟ لا لسه لسه على شفا الغرور. انا دلوقتي في الفقره دي، بعد كده نتغرب بقى. اوكي. السؤال السابع، هل تقدر تمشي في وسط المقابر بالليل؟ ده سؤال جامد. هل تقدر؟ انا سالته العلا سمير وقالت اقدر. سامحيني يا علا بس كده لازم اقول الاجابه. لا علا تمشي في حته. علا قالت لي ما عنديش مشكله. مش حاجه. يعني شبه قالت لي عملتها قبل كده مش فاكر. فهل عندك القدره انك تمشي في وسط المقابر بالليل؟ حاجات غريبه جدا. جدا. عارفين يعني. معلش يا علا بقى. تمام. يلا السؤال الثامن. السؤال الثامن بيقول لك لو انت اتدربت على انك ازاي تطير بطياره شرعيه، هل ممكن تاخد التجربه دي ولا لا؟ ده سؤال مهم. ماشي. يعني دي كده احنا 4 اجابات، انت عايزنا ناخد الاجابات كلها ولا ايه؟ تعال نقول احنا كده فاضل كام سؤال؟ 3. احنا كده في السؤال الثامن فاضل 3. طيب تعال نقولهم وعشان هنرجع اللينك الجاي نقولهم كلهم بقى من اول تاني. ماشي. يلا. السؤال التاسع، هل بتتضايق لو في حد شافك بالبيجاما او بهدوم النوم او بكده؟ يعني مثلا لو انت فتحت الباب لقيت ضيوف ولقيت صحابك والدنيا عادي، هل ده بيضايقك ولا لا؟ مش هو في الحالتين هبقى لابس البيجاما بقى اساسي. طبعا حتى لما الناس بيجوا بخش البس البيجاما الثانيه واجي اقعد. بس بيجامه الخروج، في حاجه اسمها بيجامه الخروج وبيجامه الضيوف. بيجامه الضيوف. بيجامه الضيوف وفي البيجاما الثانيه. ما شاء الله. ماشي. هايل. ده السؤال التاسع. السؤال العاشر، هل عندك القدره انك تقبض على حرامي، تمسك حرامي سواء بقى في الشقه او في الشارع او في محل، او هل عندك القدره والشجاعه الشخصيه ولا لا؟ ماشي. السؤال ال11 والاخير، هل ممكن تتناقش مع ناس اكبر منك في السن وفي المنصب؟ هل عندك القدره انك تخوض نقاش معاهم وتسمع منهم وترد عليهم وتقول رايك ولا لا؟ ده السؤال ال11. تحب نعيد؟ طيب. من الخامس. لا انا عايزك بقى تقول لي دلوقتي اللي لو هنجمع الدرجات من كام لكام ايه ومن كام لكام ايه ومن كام لكام. عايز بدري كده؟ ما هو عشان اللي هنرجع بقى نراجع ونشوف الناس كاتبه ايه درجاتها ايه. طب ثانيه واحده، انت زنقتني يعني نطلع الحاجات. طب اقول لك على حاجه حلوه قبل ما هزنقك. يلا. شايف نفسك؟ دي اغنيه محمد فؤاد اللي هنسمعها دلوقتي وهنرجع بعدها على طول. عايزين بقى نقول دلوقتي للناس لو مجموع درجاتك من كذا لكذا تبقى انت كذا، من كذا لكذا تبقى كذا، وبعدين هنرجع تاني نعيد الاسئله عشان برضو ممكن حتى بعد الحلقه ممكن حد يعمل الاختبار ده. احنا النهارده يا جماعه موضوعنا ازاي تعرف انت واثق من نفسك ولا مغرور. عايز اصبح جدا 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 على مروه عبد العزيز. صباح الفل والهنا عليك. من كام لكام ايه بقى؟ شوف يا سيدي، الاجابات متقسمه لثلاث اقسام. ماشي. اول حاجه لو كانت اجابتك من 11 ل 18 انت شخص لا تثق بنفسك ولا بقدراتك بل بتستهين بنفسك. اوبا. راجع طبيبك النفسي او اي شخص يأهلك نفسيا او عالمك الالوسي. يعني بالظبط كده. ده لو من 11 ل 18. الاجابه الثانيه او الكاتيجوري الثاني من 19 أيوة. ل 25. ايوه. وده كان اول. انا طلعت 22. حسام ما شاء الله عليه. فدي الاجابه بتاعتها انت شخص واثق من نفسك بشكل جيد. أيوة. لا تعرف الغرور وواقف عند حدود ثقتك بنفسك وقدراتك. بس في نقطه خد بالك، ممكن انت تفضل دايما في فخ ان انا مش عايز اكون مغرور، عايز اكون متواضع، فده يقلل من قيمتك.
مع الوقت. يعني تبدا انت امكانياتك بتزيد وانت لا انا واقف عند ده، فخد بالك ما بتديش نفسك حقها مع الوقت. فدي نقطه كده نصيحه مره قلتها لي انت دي. فاكر قلتها لك صدق افتكرت دي. فدي نقطه مهمه جدا عشان هتعطب عليك بعد كده. هتعمل ايه؟ هتعطب. مش عارف صح ولا غلط. مفيش حلقه تعدي من غير قلش في حاجه. طيب النقطه الاخيره اللي هي من 26 ل 33، انت شخص واثق من نفسك بشكل ممتاز جدا بس حذاري من الغرور عشان هو نهايتك. يعني ده يعني يعتبر فاضل له زلطه ويطلع بره. لو كملت في السكه دي ممكن تخش في حته الغرور بقى، حته الانا. ياسمينة بتقول انت شرير النهارده يا حسام، مش عارف السؤال وكل الاجابات. لا مي، بشكرك جدا ويا رب دايما تكوني سمعانا كده وانت رايحه المدرسه، ويا رب دايما اقدر اخليكي دايما تكوني مبسوطه. اذا دوره بتقول مجموعه طلع 25، 25 يبقى زي حالاتي كده صح؟ في الحته بتاعتي. اماني موني بتقول انا 20 درجه برضو زي عديتي، نفدتي نفدت على اخر درجه. في كمان محمد عطيه بيقول انت معانا ولا ضدنا يا بروف؟ بتقول له حسام يشد علينا في ايه؟ ما تجيبوا صباره وتدفنونا احسن في إيه؟ على في موضوع إيه؟ الاسئله وكده مش عارف. ماشي. في كمان ما عطيه، انا عايز اعرف انت الدرجه بتاعتك كام انت بالذات؟ انا عايز اعرف تقريبا. كتب طيب عطيه ممكن يقول لك ان هو 38 مثلا. حاجه زي كده هو اللي بيقول عن نفسه كده مش احنا. مها سيد احمد كمان بتقول بالنسبه لموضوع النهارده بعتقد الاجابه على السؤال ده محدش يعرف يجاوبها لنفسه، لكن ممكن نسال شخص يعني واثقين في كلامه يعرف الشخص ده كويس يكون مرايه ليه. في اسئله انت ما حدش يعرف. لا في اسئله متوقعه ما انت تقدري تجاوبيها، زي موضوع المركب الشراعي وازاي حد يجاوبها عنك. لا لازم انت اللي تجاوبيها عن نفسك. طيب اسراء احمد بشكرك مره تانية. كمان عندي حسام، كابتن حسام بيقول سهلها شويه. هو انا هسهلها شويه دلوقتي حالا عشان احنا خلاص فاضل عندنا دقائق قليله جدا. السؤال بتاعنا النهارده بيقول حاجه موجوده في الدنيا كلها بعيده جدا صعب انك تلمسها لكن ممكن تلمسها. وجودها خير عند ناس، يعني وجودها يعتبر رمز الخير عند الناس. لو موجوده يبقى في خير جاي، في خير جاي. ووجودها بيريح الغلبان، يعني الغلبان لما يلاقيها موجوده كده يقول ايه دي فضل ونعمة من عند ربنا عشان بترحمه شوية. في الصيف بنحبها جدا. وفي الشتاء بنقلق منها. انا مرتاح طبعا عشان عرفت الاجابة. بقى بقى نص ساعة عارف الاجابة. خلاص بقى يعني. هو خلاص بقى. وروني نفسك. فارق معاه. ايه محمد بتقول صباح الخير، بقالي كام يوم بشارك ومش بلحق، دايما باجي عند اخر دقايق السحاب، يا ريت تكون الاجابه في محلها. طبعا ناس كتيره جدا جدا بعت الارقام بقى بتاعتها او مجموعها كام. دلوقتي احمد بسرعه جدا هنقول كل الاسئله، واحنا زي ما قلنا الاجابات نعم 3 درجات، لا درجه واحده، احيانا درجتين، وحتى ممكن انتوا تعملوا بعد كده الاختبار ده مع نفسكم. اتفضل. السؤال الاول، هل ممكن تشارك في برنامج مسابقات تلفزيوني؟ السؤال الثاني، هل تقدر تعدي طريق سريع؟ السؤال الثالث، هل تؤمن بمقولة نابليون بونابرت الهجوم خير وسيلة للدفاع؟ السؤال الرابع، هل ممكن تركب مركب في جو عاصف والدنيا البحر هايج؟ النقطة الخامسة أو السؤال الخامس، هل تقدر تنظم حفل زواج أو زفاف؟ النقطة السادسة أو السؤال السادس، هل تعتقد أنك أذكى من الشخص العادي؟ السؤال السابع، هل تقدر تمشي بين القبور بالليل او المدافن؟ السؤال الثامن، لو تدربت على الطيران بطيارة شراعية هل ممكن تخوض التجربة ولا لا؟ السؤال التاسع، هل بتنزعج او بتتضايق لما حد يشوفك بلبس النوم او البيجامة؟ حسام طبعا عادي، ده طبيعي، ده حسام جاي بالبيجامة. السؤال العاشر، هل تستطيع انك تمسك لص او لو لقيت حرامي في اي مكان تقدر تمسكه وتهلل بقى حرامي وبتاع؟ السؤال رقم 11 والاخير، هل ممكن تناقش ناس اكبر منك في السن والمنصب ولا لا؟ طيب دي كده دول كده ال 11 سؤال بتوعنا، شوفوا اجاباتكم عامله ازاي، ولو عايزين نعرف بقى كل واحد لما يجمع درجاته من كام لكام يساوي ايه. تمام. من 11 ل 18 انت شخص لا تثق بنفسك ولا بقدراتك بل وتستهين بنفسك ولازم تراجع طبيب نفسي او شخص داعم نفسي. لو من 19 ل 25 انت شخص واثق من نفسه بشكل جيد، ما تعرفش الغرور، واقف عند حدود ثقتك بنفسك وقدراتك. من 26 ل 33 انت شخص واثق من نفسك بشكل ممتاز وحذاري من الغرور لان هو نهايتك. طيب احنا عمر بعت لي بيقول البسين، لا هو مش البسين ان شاء الله. ايمن نوليان كمان بيقول اول مره اشارك معاك النهارده وبعت لي الاجابه رقم اخره 38، بيقول لي الاجابه هي الدفء. مي بتقول صباحك فل والاجابه هي السحاب او المطر. لا في كمان موحى بتقول انا درجتي 19 يبقى انا ايه؟ يعني هي بتقلي كده برضه 19 زي حالتي بالظبط. مور بتقول 25 ان شاء الله. في كمان
نورة السيد بتقول اجابتي مجموع درجاتي 18، يعني هي تعتبر كده في اول اقل حاجه. مجموع درجاتي 24. مايكل سمير بعت لي بيقول مجموع درجاتي 20. طبعا في ناس كتير جدا كان بعتت بتقول ايمان ايه مش كمان صباح الفل عليكي، وناس كانت بعتت بتقول ان هم ما سمعوش اسئله معينه وعايزين يسالوها تاني او عايزين يسمعوها تاني، فقلناها كلها اهو دلوقتي بالتفصيل. طيب احنا النهارده كان عندنا ايه يا جماعه؟ كان عندنا سؤال بيقول ان احنا عندنا حاجه موجوده في الدنيا كلها بعيده جدا صعب تلمسها بس ممكن تلمسها، وجودها خير عند ناس او رمز للخير عند ناس، وجودها بيريح الناس الغلابه، وجودها بيجيب اكتئاب لبعض الناس، بنحبها جدا جدا في الصيف وساعات بنقلق منها في الشتاء. الاجابه الصح طبعا هي السحاب. الاجابه الصح هي السحاب. اللي كسبوا معانا النهارده عندنا اول حد كتب لنا الاجابه صح هي ايمان طموم. اول حد جاوبنا صح النهارده على الاس ام اس. مايكل كمان بعت لنا برضو الاجابه الصح، كل ده على الاس ام اس. اما على الفان بيج حسين ابو الدهب بعت لنا الاجابه مظبوطه. كمان عندنا مهاجر برضو